إذن اليوم 23 جويلية 2010، على الضفة اليمنى من ملوية، نصادف آثار الكارثة البيئية التي حلت بواد ملوية. وهنا تلتقي الجمعيات البيئية لتتحقق من هذه الكارثة البيئية. واه سي عمراني، شنو ظهرك من هذه الكارثة هذه؟ يقولوا انها تشيرنوبيل الاسماك وتشيرنوبيل للكائنات الحية. انها جريمة في حق البيئة وجريمة في حق الكائنات الحية. ونقف باندهاش كبير امام هول هذه الكارثة التي لا مثيل لها، التي وقعت في نهر ملوية. شكرا. اذا نلاحظ آثار الكارثة البيئية التي تسببت فيها معمل السكر ليزايو على ضفاف ملوية. تقف الجمعيات البيئية بالمنطقة الشرقية مندهشة أمام حجم هذه البيئة والروائح الكريهة. جميع أنواع الأسماك ملقاة على ضفاف ملوية كما نلاحظ خلال هذا الفيديو. هذه حجم الكارثة التي حلت بملوية. سنوات وسنوات باش ترجع هذه الكمية هذه. دابا مشى كل شيء، مشى. كارثة كبيرة سي نجيب. بيان سور كارثة، هذه راه فريمون، هذه راه خطر. هذا لا مبالاة، خطر. هذه لا مبالاة، السلوك العشوائي هذا هو السلوك العشوائي. خطر. يعني دابا باش تعاود ترجع هذا الملوية عاود سنوات وسنوات عديدة باش يولي هذا. خطر. كارثة بيئية بمعنى الكلمة. وراه هذه هي كارثة القرن. خطر. خطر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. إذن أنواع مختلفة من الأسماك. لا ما كاينش. قال كان غير البوري. إيوا هذيك بوري، هذيك دابا اللي راه تما. هذا بوري هذا. خطر. هذا غير اللي بان، ما اللي ما بانش هذيك حاجة أخرى. إيوا مسكين. وهذه حتى هي بورية هذه. هذه بورية. هذه بورية. هذه بورية هذه. صور تبين حجم الكارثة البيئية التي حلت بواد ملوية، والأسماك ملقاة على ضفاف النهر، ومصدر التلوث آت بلا شك من معمل السكر، معمل السكر بمدينة زايو. هنا واه هذه كلها فيديو. هذه نعم. واه شوف واه راه تشوف.